فقرة مهداة لروح الشهيد الدكتور هاشم العلوي، يقدمها مجموعة من شباب الشبيبة. فلنقص لكم هذه الأقصوصة حتى نضع الجميع في الصورة. كان هناك شعبا فلنسميه شعب الأسطورة، عاش منذ سنين في حياة مسرورة. فلنقص لكم هذه الأقصوصة حتى نضع الجميع في الصورة. كان هناك شعبا فلنسميه شعب الأسطورة، عاش منذ سنين في حياة مسرورة. يبتسم الأول للآخر وكأنهم وردة ملفوفة، وردة يستحال أن تكون مقطوفة. قلوب صافية ودماء مخلوطة يتبادلون الحب بعيون مأسورة. أتكلم عن شعب البحرين، شعب المعشوقة. أصف لكم أرضنا عبر كلمات مخطوطة، أرض في عشقنا مجبورة.
بعد نضالات ومواقف مرموقة نهلل من على تابوت الشهداء تهليلات فخورة. يا ترى شهر سبتمبر نتذكر من غير شهيد الأعجوبة؟ فالجبهة اليوم بالألم والأسى مخنوقة، بالدموع والدم مملوءة، والتحرير كلمة في قلب هاشم محفورة، وكلمة الوطني اختارها لينير الدروب. فوجدنا جثته بالدم مخضوبة، بابتسامة تحت شاربه مملوحة، لحم ظاهر وشعر صدره شعرة شعرة منتوفة، يردد الأغاني وكأنه بلبلة موجوعة. دلكه الجلاد فشكره بيديه المنصورة، هذه أخلاقه بالأدب محشوة. سيرته في الأفق كالأعلام المرفوعة، صمود وهيبة وثبات شخصيته مغمورة. جلادوه ليسوا بالأكل إنما بدماء الشرفاء مفجوعة، أسماء أغلى من الذهب مرصوصة، وأسماء في أقرب مزابل التاريخ موضوعة. أسماء الذهب لا يمكن أن تكون محجوبة، والأسماء أصحاب المزابل في أصغر قارورة. هاشم تستطيع أن تواصل الابتسامة المرسومة، هاشم البذور تتسلق لتكمل درب الوطن الحر والشعب السعيد، هاشم طريقنا تتردد في كل شارع وبيت، هاشم لن ننساك يا شهيد. إلى اللقاء.